السلام عليكم ورحمة الله. في عام 2 هجريا وقبل غزوة بدر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 12 رجلا من المهاجرين، يقودهم الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. وكان الهدف من هذه السرية هو الرصد والاستطلاع وليس القتال. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، وأمر عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه ألا ينظر في هذا الكتاب إلا بعد أن يسير يومين. وبعد يومين فتح الكتاب فوجد فيه: إذا نظرت إلى كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وخير أصحابه: من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، فلم يتخلف أحد. ثم وصلت السرية إلى المكان المنشود، وهو بطن نخلة، والذي يقع ما بين الطائف ومكة. فمرت قافلة لقريش تحمل زبيبا وتجارة عائدة من الطائف إلى مكة، ولم يكن في تلك القافلة إلا 4 من الرجال: عمرو بن الحضرمي، وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. وتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم مضوا حتى يصلوا إلى الحرم ولن نستطيع أن نظفر بهم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسروا 2 وهرب الرابع. ورغم أن ما يتحقق من تلك السرية كثير، ففيها أول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأول غنيمة معتبرة في الإسلام، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه. وسرعان ما وصل الخبر إلى قريش، وأشعلت النار في الهشيم وقالت: انظروا إلى محمد وأصحابه، كيف يدعي أنه نبي، وكيف يدعي أنه يعظم الأشهر الحرم ثم يقتل في الشهر الحرام. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألك المشركون عن الشهر الحرام، هل يحل فيه القتال؟ والمراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم، وهم 4: 3 سرد وواحد فرد. أما 3 السرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الشهر الفرد فهو رجب. وسميت الأشهر الحرم بذلك الاسم لحرمة القتال فيها. ولم يكن السؤال للتعلم والمعرفة، ولكنه سؤال استنكاري وفيه من التهكم والسخرية. قل قتال فيه كبير، قل لهم القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله، نعم، وذنب كبير وجرم عظيم. وهكذا يجب على كل مسلم إن أخطأ أن يعترف بخطئه وألا يكابر، وألا يسمح لشامت في الإسلام أن يهاجم الإسلام بخطأ فرد من المسلمين. فالمسلم لا يخفي الحقائق، والإنصاف خير الأوصاف. لكن لحظة، من الذي ينكر ذلك؟ هل هو ذاك الرجل التقي النقي؟ هل هو ملاك منزل من السماء؟ إنهم مشركو قريش. وما أدراك من هم مشركو قريش؟ كم ارتكبوا من جرائم في الشهر الحرام وفي البلد الحرام.
منعوا الناس من دخول الإسلام بالتخويف والتعذيب بل وبالقتل، وكفروا وجحود بالله وبرسوله وبدينه. هل كنتم تتوقفون عن القتل والتعذيب والكفر في الأشهر الحرم؟ لو قالها غيركم، وصد ومنع للمسلمين من دخول المسجد الحرام. ولماذا تمنعون المسلمين من العمرة والحج في الأشهر الحرم؟ لو قالها غيركم، وإخراج النبي والمهاجرين من الحرم وهم أولياؤه أعظم ذنبا عند الله من القتل في الشهر الحرام. لو قالها غيركم. وكأن الله عز وجل يطمئن المسلمين ويرد سهام المشركين في نحورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، والفتنة أكبر من القتل، والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام، وفتنة المسلمين عن دينهم أكبر من القتل في الشهر الحرام. فلا ترتكبوا ما هو أقبح وأكبر من القتل في الشهر الحرام ثم تعايروا المسلمين بالقتل في الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم ولن يرتجعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يتوقفوا أبدا حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. وهذا ثابت في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ورغم أنه أمر مستبعد الحدوث، إلا أنه وجب علينا ألا نغفل أبدا عن المشركين وحربهم للمؤمنين. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن يراعوا أبدا حرمة للأشهر الحرم إن استطاعوا قتالكم فيها. نعم، سوف يبقى المسلم يحارب ما دام متمسكا بدينه، ومن أطاعهم منكم أيها المسلمون وارتد عن دينه ومات على الكفر فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة. نعم، بموت المرتد حبطت أعمالهم وذهب ثوابها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمرتد يستتاب ثلاثا، ثم يقتله الحاكم أو من يلو عنه حدا. أما الزنديق الذي يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم يتوب فيقتل وإن تاب، وأولئك أصحاب النار الملازمين لها خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. جزاكم الله خيرا. تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد. وإخراجكم من مسجد الله أهله، لئلا يرى لله في البيت ساجد. فإنا وإن عيرتمونا بقتله، وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا، بنخلة لما أوقد الحرب واقد. دما وابن عبد الله عثمان بيننا، ينازعه غل من القد عاند.